مع تقلب الفصول ناس كتير بتبدأ تشتكي ببعض المشاكل اللي بتظهر مش في حياتها بقى الزوجية، لا على عينيها، وتقول عينيا جافة شوية او عينيا بتدمع كتير او مش قادرة اشوف كويس او طلع لي حبة، بعض المشاكل اللي بتظهر في العيون مع تقلب الفصول. ولكن احنا النهاردة هنناقش مشكلة جفاف العين، اسبابه وايه اللي بيخلي الواحد عنده جفاف في عينيه بشكل دائم برغم ان هو كان سليم قبل كده. مع ضيفنا اللي شرفنا في الاستوديو الدكتور محمد شهلة، اخصائي جراحة العيون. اهلا بيك يا دكتور معانا. اهلا بيكم. اهلا بيك، صباحك فل. دكتور، عايزين نعرف مع حضرتك يعني ايه مصطلح جفاف العين. احنا طول عمرنا نعرف ان العين فيها دموع كده بتنزل بشكل طبيعي، بيبقى فيها لمعه كده طبيعيه، ولكن بعض الناس تقول لك انا لما اجي اقفل عينيا بحس ان انا مش في صعوبه، ما فيش مرونه كده، ما عدتش زي الاول. هل ده جفاف العين ولا ايه معناه؟ تمام، يعني نشرح للمشاهدين اول شو هو الجهاز الدمعي. اللي هو موجود في العين بشكل دائم. كثير من الناس بتفكر انه الدمع بس وقت نحن بنبكي بنزل الدمع، لا، الدمع موجود بشكل دائم في العين عشان يرطب العين ويخليها بشكل تشتغل بشكل دقيق. فموضوع الجهاز الدمعي، اولا افراز الدموع هو من الغده الدمعيه الرئيسيه اللي هي موجوده في الجفن العلوي الوحشي. هاي الغده الدمعيه الرئيسيه بتفرز ماده الدمع. هاي الدمع بيتم تصريفه بنوعين، هذا النوعين اما التبخر اللي هو جزء بسيط بتتبخر، والجزء الاكثر هو بيتصرف عن طريق، هون نحن في عنا جهاز تصريف الدمع اللي هو موجود بين العين والأنف، فهو بيتم تصريف الدمع عن طريق الأنف. فكتير من الناس لما بتزكم أو بترشح بتلاقي بتدمع عيونه، ففي ترابط بين العين والأنف مع بعضهم، فلذلك أي مشكلة بالأنف راح تؤدي إنه ينسد هالمجرى الدمع ويصير عنا دمع. لكن كمشكلة جفاف الدمع لازم نعرف شو هو تكوين الدمع حتى نعرف شلون عم بتصير آلية الجفاف. الدمع مؤلف من ثلاث طبقات. هي الطبقة، أول شيء الطبقة المخاطية اللي هي محيطة بالعين، بيجي بعد الطبقة المائية. نحن بنفكر إنه الدمع كله مي. أيوة، والدمع لو الدمع كله مي فقط كان تبخر فورا من العين، وكان كل الناس عانت من جفاف بالدمع. أنت لو حطيتي كاسة مي لمدة شهر أو شهرين حتشوفيها إنها حتنقص. إزاي حتنقص؟ ده بسبب التبخر. فلذلك العين عشان ما تتبخر الطبقة المائية، رب العالمين خلق طبقة دهنية اللي هي تطفو على الطبقة المائية، وبالتالي تمنع من تبخر الدمع، وبالتالي تبقى الدمع داخل العين وتحافظ على رونق العين وعلى حيويته. يعني الأصل إن الدموع موجودة في العين بشكل مستمر. تمام. اللي بيحصل بقى في جفاف العين إن في بيحصل نقص في طبقة من الطبقات دي، إما عدم وجود الطبقة الزيتية وبالتالي رح يتبخر الدمع. الطبقة الزيتية يتم إفرازها من خلال غدد صغيرة جدا داخل الجفن اسمها غدد ميبوميان، هي اللي بتفرز هاي المادة الدهنية. فأي خلل، التهاب بالجفون، هلا راح نحكي عن الأسباب، ممكن تعمل هذا الجفاف. طيب. فبالتالي الجفاف هو نقص في كمية الماء داخل العين، وبالتالي مثل ما حكيتي حضرتك فتح العين وإغلاقها راح يكون صعب لأنه ما في شيء مزلق حتى العين تفتح وتسكر بشكل طبيعي. طب دكتور، هو ده بيبقى العرض الوحيد إن أنا مش قادر أفتح عيني، مش حاسس بسلاسة زي الأول في الرمش اللي بيحصل، ولا ايه الاعراض اللي بتاعت جفاف العين؟ الاعراض اللي بيشتكي منها المريض بشكل عام، يعني اكثر عرض هو اللي حكيتي حضرتك، هو انه لما بيفيق الصبح، اول ما يفيق الصبح بيلاقي عينه ما عم تتفتح بشكل جيد، وخاصه صباحا جفاف العين باكثر الاعراض بتجي صباحا، على عكس حساسيه العيون اللي بتجي مساء قبل النوم. فبالتالي اول ما يفيق بتلاقي انه ما عم بيقدر بيفتح عيونه، بيشكي المريض انه عم بحس مثل رمل جوا عيني، مثل رمل او احساس احيانا في تقل. ايوه، شعور شك ابره، تحسي كانه بيقول لك المريض انه انا عم بشك جوا عيني شيء، حاسس بجسم اجنبي جوا عيني ولكن لا يوجد، انما هو عدم كفايه الدمع لترطيب العين وفتحها واغلاقها. احيانا حرقه، بيشكي المريض من حرقه بالعين، احيانا بيشكي من يعني بعض الاحيان الم لما بيصير، لا سمح الله، بعض الجفاف، التهابات ممكن، لأنه العين لما ما بتكون مرطبة فهي عرضة للهواء، عرضة للجراثيم، عرضة لكتير مشاكل قد تصبح بها. طيب حاجة ذكرت معنا الأعراض، خلينا ما نتكلم عن الأسباب، لأنها زي ما بيقولوا دايما الأسباب هي بتبقى أول العلاج. نحن عرفنا السبب، نحن نعرف بطل العجب. صحيح. أيوة. طيب خلينا نتكلم عن الأسباب يا دكتور بشكل تفصيلي. يعني الأسباب الأكثر شيوعا هي العمر، مثل ما حكى التقرير شفتي أنت، العمر، هو تقدم العمر بيصير عندنا جفاف العين، هو أهم سبب. كثير قليلا نشوف جفاف عين عند أطفال أو عند شباب، رح نشوفه أكثر بالتقدم العمر، عادة بعد عمر 55، بعد عمر 60 سنة، هذا أحد الأسباب.
أسباب. السبب الثاني مثل ما حكينا بعض الأمراض هي السكري، بعض الأمراض اللي هي ممكن تقلل بكمية الدمع، بعض التناول الأدوية بسبب دوائي مثل أدوية الضغط، أدوية المضادات الحساسية بتعمل جفاف في العين. الشغلة اللي كتير بدنا نشوفها عند بعض المرضى هي نتيجة الالتهاب التحسسي الشديد والجو، أحيانا الجو الجاف المحيط بنا، أحيانا المكيف بيعطي هواء جاف، هذا الهواء جاف بيعمل نشفان بالعين. لذلك أكثر المناطق اللي بتعرض للجفاف هي المناطق الجافة مثل المناطق الصحراوية، مناطق قريبة من خط الاستواء عادة. أما المناطق اللي فيها رطوبة عالية ما بتعاني بالجفاف لأنه الجو بيلعب دور. أيوة الجو رطوبته عالية. البنات نحن بنحكي كتير استخدام العدسات اللاصقة المتواصل بشكل شديد، المكياج بشكل فائض يعني أحيانا ممكن يسد لنا القنوات. الحاجات بقى اللي بتدخل في العين. بتدخل في العين. أي جسم أجنبي بيدخل بالعين هو يعمل تخريش للعين. فاستخدام المكياج بشكل فائض أو بشكل كتير زيادة بيسكر القنوات الدهنية ممكن كمان يعملنا جفاف في العين. بعض الأسباب الثانية اللي هي حكينا عليها الأمراض المناعية كتير بيغفلوا منها على الناس. كتير بيجينا مرضى عندهم جفاف غير مستجيب للأدوية، عادة بيكون وراء مرض مناعي. شو هو المرض المناعي؟ إما يكون روماتيزم أو الزئبة الحمامية أو أمراض موجودة هي مناعية، ويجب هون تداخل طبيب المناعة للعلاج أيضا. إيه العلاقة ما بين الأمراض المناعية زي مثلا الروماتيزم وغيره بجفاف العين؟ طبعا هو اسمه داء جوجرين. جوجرين ديزيز هو مرض مناعي بيعمل جفاف في العين، جفاف بالفم، وجفاف المفرزات التناسلية بشكل عام. هذا عادة مرض مناعي ويجب تشخيصه بتحاليل مناعية عن طبيب المناعة وإعطاء الدواء المناسب، فقط ليس فقط الأدوية الموضعية، وإنما قد تحتاج إلى أدوية جهازية يأخذ المريض حتى يطيب عنده الجفاف بشكل عام. طيب جميل كده دي الأسباب. طيب دكتور هل ممكن نقول إن في تداخل شوية ما بين الحساسية وما بين الجفاف العين؟ لأن الحساسية ساعات مثلا تلاقي ايه مع تغير الفصول في حد بيجي له حساسية، حد مثلا استخدم حاجة معينة جات له حساسية فيقول لك لا ده كده جفاف عين، فبيبقى مش عارف يفرق هو ايه بالظبط، فعايزين نفرق ما بينهم. يعني لو نفرق بين الجفاف والحساسية كتير سهل. اول شيء الحساسية بتعطي اثنيناتهم بيعمل حمار بالعين، اثنيناتهم بيعمل حرقة، يعني نفس الاعراض، اعراض متشابهة لكن الفرق كتير بسيط بين بعض النقاط. بالنسبة للحساسية حكة شديدة بشكل مريض من حكه ودماء، يعني المريض الحساسية عادة بتدمع عينه وليس انه بتنشف، بيشكي من دماء حكه قويه، بيحس بحراره بالجفن، اذا لمس جفنه بيحسه سخن تمام، وخاصه بتجي الاعراض اخر الليل مثل ما حكينا بتجي اخر الليل. اما اعراض جفاف العين ما في دمع، بالعكس بتحسي مثل اعراض مثل رمل جوا العين لما بتبدا باول الصباح، لانه بيكون اول ما في الصبح العين ليست كثير تحتاج الى ترطيب حتى تؤدي عملها بشكل جيد. طيب عايزين نتكلم بقى على الخطر بتاع جفاف العين، يعني ايه اللي هيحصل، يعني ايه المشكله؟ طب ما احنا بنعيش عادي، وفي ناس حتى بيحصل عندها مشاكل في العين وتلاقي العين عالجت نفسها والدنيا بقت كويسه، فايه الخطوره من موضوع جفاف العين؟ الخطوره لو ان احنا اولا جفاف العين بشكل عام بيخلي الانسان ما يعيش حياته اليوميه بشكل مرتاح. انت نحن عايشين حياتنا بشكل مرتاح ما لنا عارفين شو صاير، هذا الدمع رب العالمين حاطط لنا اياه بعيننا ونحن ما لنا حاسين. لو انت هذا الدمع نقص بالعين شو اللي راح يصير؟ راح يصير انه العين راح تصير عرضه للجراثيم، عرضه للالتهابات الشديده، عرضه للتقرحات، الرؤيه راح تصير ضعيفه، وان المريض راح يشكي من ضعف في الرؤيه لانه الدمع هو احد الاوساط الانكساريه اللي بتدخل الضوء داخل العين بشكل جيد. ممكن يؤدي لضعف النظر مع الوقت. مش ضعف النظر وانما غباش في النظر. هذا الغباش لو نحن قطرنا القطره الدمع راح يرجع يروح الغباش، ده الغباش المؤقت بسبب الجفاف العين. فبالتالي نحن مستحيل اي انسان يعيش بجفاف العين بدون اخذ اي علاج. طيب نتكلم بقى عن العلاج، المرحله اللي اقول فيها انه انا لازم اروح للدكتور، او لو حد من ولادي اشتكى منها يبقى فورا لازم اخده واديه للدكتور؟
يعني جفاف العين عادة مثل ما حكينا المريض بيشكي من هاي الأعراض بس هو ما بيعرف إنه أنا معي جفاف في العين. مجرد ما يروح عند الطبيب في عنا اختبارين كتير سهلين بنعمله في العيادة اللي هو منجيب اختبار شيرمر تيست اسمه. في ورقة مرقمة، هاي الورقة بتنحط على جفن العين من الداخل وبتقيس كمية الدمع داخل العين. عادة الطبيعي يكون فوق 20 ملي حتى الإنسان يكون عنده دمع طبيعي، أما إذا كان أقل من 5 ملي أو أقل من 10 ملي فهوني هذا راح يكون معه جفاف. فلما منشخص جفاف العين العلاج كالتالي. العلاج الأساسي أول شيء عايزة أفهم تفضلي. في بعض الناس أنت عارف يعني ما بحبش أروح للدكاترة كتير، في ناس بتشيل هم أصلا هروح للدكتور وهيطلع لي مشكلة، وزي ما حضرتك قلت جفاف العين بقى أسمعك يقول لك يحولني لحد بطنة، يقول لي عندك لا قدر الله سكر، ولا يقول لي مش عارفة روماتيزم ولا حاجة زي كده، خليني قاعد باللي أنا فيه ده. فأقصد أقول إيه المرحلة اللي ما ينفعش تسيب نفسك فيها، ساعتها لازم تاخد نفسك وتروح للدكتور، ولا مجرد ما تحس بجفاف العين فورا تتجه للدكتور؟ يعني جفاف العين مثل ما حكينا ان المريض بيحس انه كل يوم في مشكله بعينه عم بتعيق حياته اليوميه. لما بتكون في مشكله عم بتعيق حياتك اليوميه لازم تروح عند طبيب، وهي عين ما تهملش. ايوه يعني هاي عين، ما فيش انا والله اروح عند الصيدليه اعطيني قطره. كثير من الناس على فكره بيروح عند الصيدليه وبياخذوا قطرات مرطبه للعين لحالهم بدون اي سبب بدون اي مشكله. اذا ما عندك جفاف ما في داعي تحط قطره مرطبه للعين، انت عم بتخلي انه الغده الدمعيه ما تفرز دمع، وبالتالي انت عم بتعرض حالك لشغلات ما لك بداعي لها. لذلك عندما يشعر المريض بانه يصير عنده اعراض تعيق حياته اليوميه يجب مراجعه الطبيب. والعلاج كثير سهل وبسيط، العلاج هو بيكتبه الطبيب في العياده. العلاج مثل ما حكينا هن اهم علاج في علاجات جفاف الدمع هو المرطبات العين او المعيد الدمع. معيط الدمع شو هو؟ هو مادة دمعية بتضل بالعين تمام بيقطر المريض، لكن المشكلة بمرضانا انه ما بيقطر غير لما عينه بتوجعه، وهذا شيء خطأ. لازم تنقطر القطرة كل يوم بمعدل 3 لـ4 مرات. بتشبه لك اياها مثل لو واحد بدي يشرب مي، معقول بس لما يعطش كثير يشرب مي، هو ممكن يشرب 4-5 كاسات باليوم او لتر او لتر ونص مي. فهنا العين يجب ان ترطب بشكل دائم مو عند اللزوم، هي ليست حبه صداع او حبه وجع راس. يعني نقول كم مره مثلا في اليوم؟ يعني احيانا بعض المرضى ممكن 4 مرات 5 مرات نضل نقطر القطرات، هي القطرات المرطبه للعين عشان العين تضل مرطبه بشكل جيد. في الحالات الشديده لما هي القطرات ما بتكفي ممكن نعطي سدادات من سد مجرى الدمع اللي هو بيصرف الدمع، فنحن عم نخلي الدمع الموجود كله داخل العين مشان ما يتصرف لبرا وبالتالي نحافظ على الدمع. طب وده بيبقى بعملية جراحية ولا؟ ده سدادة سيليكونية بنزرعها داخل، في عنا فتحة بالزاوية يعني فتحة مجرى الدمع بنسكرها، فبالتالي بيضل الدمع بشكل افضل بالعين. هي بالحالات الشديده المناعيه مثل ما حكينا. بس دوت بيأثر بشكل سلبي على العين او ممكن يعمل مشاكل ثانيه؟ ما بيعمل اي مشاكل، ده عشان يعطي العين تخلي الدمع جوه العين بشكل اطول. طب انا هكمل مع حضرتك، ولكن معانا اتصال تليفوني، معانا استاذ مؤمن. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، اتفضل، لك اي سؤال او استفسار؟ حضرتك انا مريض بالسكر. شفاك الله وعافيك. بحس ان السكر بتاعي تمام الحمد لله رب العالمين. معلش بس ممكن تعلي صوتك شويه؟ قلت مريض سكر وايه؟ بحس انا مظبط السكر بتاعي الحمد لله تمام مفيش مشكله فيه. الحمد لله. ولكن بحس بجشاشه دايما في عيني كده، هو رحت كشفت عليه مفيش اي حاجه عندك هنا كويسه مفيش مشكله خالص. انا للاسف مش سامعة. حضرتك معايا كده ولا؟ انا للاسف الصوت مقطع شويه. سمعتوه؟ لو حد في الكنترول سمع ممكن يقول لي. زهزه في عينه؟ دكاتره؟ ايوه دكاتره قالوا لي مفيش حاجه الحمد لله عيني مفيش مشكله فيها. فهل ده طبيعي ولا مضطر اصلا ان انا اخد علاج فيها ولا حاجه؟ طيب هو بيقول لحضرتك يا دكتور ان هو عنده سكر، بس هو ظابط السكر بتاعه، لكن بيشعر بيحس بزهزه كده في عينه، يعني عينه بتزغلل بتنغمش، مش شايف، الرؤيه مش واضحه شويه كده بالنسبه له. ولما راح كشف الدكتور قال له يعني طبيعي وما ادالوش اي حاجه. هو عمره قد ايه؟ عندك كام سنه يا استاذ مؤمن؟ 42 سنه. عايز سؤال تاني؟ يعني شوف الموضوع عندك السكر. سؤال تاني؟ لا تمام. طيب اسمعنا من التلفزيون.
حاضر، اتفضل يا دكتور. عادة مرضى السكر بشكل عام ممكن يصير عندهم جفاف في العين، ممكن يكون مشكلة حساسية، لكن المشكلة إذا كانت مؤقتة يجب يراجع الطبيب يشوف يفحص إذا كان في عنده بالفعل جفاف في العين. مثل ما حكينا إذا عبصير معه هاي الأعراض ممكن يستخدم هاي الأطر الترطيب العين بيأخذها من الصيدلية، عادة بكل العالم اسمها ريفريش تيرز اللي هي عادة خضرة، دي معروفة في كل مكان، دي ممكن يستخدمها مدة أسبوع أسبوعين، لو ارتاح تمام ما فيش مشكلة، لكن لو ما ارتاح لازم يشوف طبيب تاني. طيب حاضر خلاص. طيب في سؤال تاني جاي لنا، حد بيقول لحضرتك يا دكتور حد نصحه انه يستخدم عسل ابيض في عينيه عشان يعالج مشكله الجفاف، يعني ده ايه شفاءه للناس بقى؟ يعني مشكله علميه ما فيها شيء قطعا واحدا، في كثير ناس بتجرب شيء بعيونها بس، يعني هي عين يعني ما فينا نحط عسل جواتها، يعني العسل انت بتعرفي وخاصة العسل اللي عم بيجي لعنا مش طبيعي، كله مغشوش بشكل عام يعني. طب ولو طبيعي بيكون في نسبة سكر كتير عالية. يعني نحن ما منفضل يدخل اي شيء على العين لانه هي عين فممكن تؤدي الى التهابات شديدة وبالتالي ممكن يفقد نظره الانسان. لا موضوع العين يعني شركات عم تتعذب مشان تركب قطرة ملائمة للعين، نجي نحن نحط عسل بدون استشارة وبدون علميا لا يوجد اي دليل انه العسل يفيد في هيك مواضيع. طيب خلينا نكمل بس، لكن معنا اتصال، معانا ام احمد من مصر. السلام عليكم يا ام احمد. الو. ايوه يا حبيبتي السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا استاذه ياسمين؟ الحمد لله يا حبيبتي، صباح النشاط والحيويه اللي في صوتك. الو. ايوه سامعاكي، اتفضلي ليكي اي سؤال او استفسار؟ لو سمحتي ممكن اوصل سؤال للدكتور؟ اتفضلي سامعك الدكتور. اتفضلي. انا عندي بنتي عندها 10 سنين. ايوه العمر كله يا رب. وجنب عينها كده جسم عينها بيدوس عليها كده يعمل صوت. تلاقي ايه؟ جسم عينها كده تدوس عليه اللي جنب جسم عينها كده، البق بتاع عينها. ايوه ادوس عليه يعمل صوت. يعمل صوت؟ هل دي بقى يعني امتداد في القنوات؟ يعني في جفن عينها بتدوس عليه بيعمل صوت، صوت ايه اللي بيعمله؟ شبه ايه مثلا؟ نعم؟ الصوت اللي جفن العين بيعمله ده شبه ايه؟ يعني اكلت تحتيه حاجه كده زي ميه ولا اي حاجه يعني، بس مش على طول الموضوع ده. كانه ميه يعني، كانك بتدوسي على ميه. ايوه ادوس عليها كده اللي هو في جفن العين كده على طول، في جنب مناخيرها كده على طول. بوق العين. يعني الجفن العين من جوه مش على طول الموضوع ده. يعني في تورم، بيصير تورم بالجفن؟ في ورم الدكتور بيسالك؟ لا 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 مفيش حاجه. مفيش ورم. عندها 10 سنين. يعني بغض النظر بعض المرضى الاطفال يعني بشكل عام يعني، بس احنا كشفنا لها على نظرها والحمد لله طلع حلو، نظرها طلع كويس والدكتور قال لك ان ما عندهاش مشاكل. يعني ما دام ما فيش مشاكل. لا لا بس انا خايفه من الحاجه اللي هي بتعمل الصوت دي. طب انا عايز اسالك، هو انت بتعملي لها كده لما تقول لك يا ماما عيني وجعاني، ولا انت بتعملي كده بتجربي في مره فطلعت معاكي؟ لا هي بتلعب كده هي بنفسها، بتقول يا ماما شوفي بس حطي صباعك كده لعينها بتعمل صوت. يعني بتعمل صوت لما. طب وانت لما قلتي للدكتور كده قال لك ايه؟ لا 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 لسه ما كشفتش الموضوع ده. انا كنت كشف عنها قبل كده لحاجه تاني. كشف نظر من امتى؟ اخر مره كشف نظر امتى؟ من سنتين. طيب من سنتين فتره طويله. طيب حاضر، اسمعينا من التلفزيون وربنا يا رب يحفظها لك وان شاء الله تفضل عينيها جميله وزي الفل. تفضل. يعني ده لو في تجمع سائل تحت الجفن مثل ما عم بتقول هي، يجب عرضها على الطبيب بشكل للتاكد انه ما في مشكله حساسيه، ما في مشكله انتفاخ بالجفن، احيانا في بنسميه كيسه مائيه بتتجمع تحت الملتحمه فبيعطي هاي اللي بتحكي عليها الفقاعه المائيه، فهي يجب انه بتقول لك ما فيش ورم وما فيش حاجه باينه، هي ما بتكون في ورم، بتضغطي عليها في مي بتحسي تحتها. فيفضل تشوف الطبيب يعني يفحصها تحت الجهاز بكون افضل يعني. طب هي قالت، انا لفت انتباهي الموضوع انه سنتين بقى لها سنتين ما كشفتش، بس بتقول لك انا كشفت لها وما كانش عندها ضعف نظر، ومفروض الواحد يعمل كشف النظر كل قد ايه؟ يعني الاطفال بشكل عام اذا عاده من اول ما ينفحصوا بيعملوا ال5 سنوات 4 سنوات 5 سنوات لو في مشكله عندهم. اذا ما كان عندهم مشكله خلاص ممكن يعني ما نفحصهم بعدها. الا اذا كان عندهم نظاره فيجب فحصهم كل 6 اشهر للاطمئنان انه نظاره تمام. طيب
تمام جميل. طب لو رجعنا تاني دكتور للجفاف العين، حضرتك كنت بتتكلم على خلاص انا توجهت للعياده والدكتور شافها وشخصها بجفاف العين، بيبدا يدي الاول علاجات وبعدين قلت ممكن قد يلجا لانه يحط يعني عصايه او سداده من السيليكون علشان يفضل محيط العين طول الوقت رطب. طيب هل دي اقصى مرحله ممكن تكون من العلاج ولا ممكن نلجا لعمليات جراحيه او غيرها من الحاجات اللي بتخوف؟ يعني العمليات الجراحيه ما في داعي نلجا لها، بس بعض الحالات لما يكون الجفاف مستعصي ممكن نحن نعمل خزعة للغدد الدمعية. هاي الخزعة للتأكد أنه في مرض مناعي بالموضوع أو لا. لو كان في مرض مناعي هنا يجب أن نضيف أطرة مناعية. هاي الأطرة هي سيكلوسبورين، هي أطرة مناعية بتنعطى مع الأطرات المرطبة للعين، مع الأطرات اللي هي عادة ما بتكون بس دمع عادي، ممكن تكون جل تنحط داخل العين. هذا الجل بيطول فترة أطول داخل العين. فهو بيكون عادة آي جل، هو جل عيني. كتير من المرضى أنه شون جل دكتور وجوه العين، هو بيكون شكله هلامي. فبيكون هذا عادة بيطول بالعين أكتر. نعطيه للمرضى اللي ما عم يستفيدوا على الدروبس اللي هو الأطرة. فبنعطي جل. في الحالات الشديدة أحيانا ممكن أن نضطر أنه نغلق العين كلها ونخيط أنه الجفن نسكره بشكل كامل حتى نحافظ على القرنية، لأنه جفاف العين بيأذي القرنية. القرنية هي جزء كتير حساس، هي أصلا تأخذ تغذيتها من فيلم الدمع ومن البيت الأمامي داخل العين. طب ده الموضوع ده كبير، يعني محتاج أنه الواحد ياخد باله ويركز في موضوع العين. عشان ما نوصل لهذه المراحل لازم نعمل سبل الوقاية. شو هي سبل الوقاية للمرضى بشكل عام ننصحهم؟ طب حضرتك كنت بتقول ممكن الواحد يضطر أنه يعني يعطل العين خالص علشان يحفظ القرنية. ده معناه أنه مش هترجع بعد فترة تفتح حاله وخلاص كده سكرها شوي فترة عشان ترجع العين تترمم نفسها، وبعدين ممكن نرجع نفتحها ونعطي أطرات مرة تانية في الحالات الشديدة جدا. يعني بعض لكن الحالات دي حالات ممكن نقول مش منتشرة. ايه مش يعني طبعا هي في الحالات النهائية من جفاف الدمع لما بيكون مهمل للمريض ترجع العين طبيعية. ممكن إن شاء الله ترجع العين طبيعية لو حافظ عليها المريض. لكن مشكلة مثل ما حكيتي إهمال من بعض الناس، من بعض المرضى. أنا بأخذ أطرة لحالي، بروح الصيدلية لحالي، بمشي حالي، إنه المشكلة ما بيوصل إلا في المراحل المتقدمة. فلذلك يجب الكشف المبكر والعلاج بشكل دائم. كثير مهم العلاج بشكل دائم. طيب أنا عايز أسأل حضرتك أخيرا عشان ما نوصلش المراحل دي، ربنا يعافينا جميعا يا رب، أعمل إيه أقي عيني بيه من الجفاف بشكل عام؟ تماما، أول شغلة الغذاء الصحي. مثل ما حكينا الغذاء الصحي كثير بيلعب دور برونق العين والحفاظ على الدمع بشكل طبيعي. أكثر أغذية مفيدة في هالموضوع هي الغنية بالفيتامين A اللي هي عادة الجزر والكاروتين. وفي عندك يعني الجزر بيقوي النظر ولا ايه؟ الجزر والبروكلي بشكل عام. ايضا زيت السمك حاوي على الاوميجا 3، حموض الاوميجا 3 كثير بتفيدنا بهالموضوع. فخلي اطفالنا عاطون نعودهم غذاء صحي جيد. الموضوع الثاني عدم الجلوس امام الكمبيوتر او الموبايل لساعات طويله، هذا بيخلي العين ما يصير في عنا رفيف عفوي للعين، فبالتالي العين راح تضل مفتوحه وبالتالي راح تنشف بشكل اسرع. لذلك هون موضوع عدم الجلوس ساعات طويله، عدم استخدام عدسات اللاصقه بشكل شديد ومفرط وخاصه للبنات بشكل عام. والمكياج مثل ما حكينا ما نستخدمه بشكل مفرط، وهيك بنكون حافظنا ان شاء الله على عين رطبه ورونقها جيد. طيب سؤال اخير نختم بعده، حد بيسال حضرتك عن الاستجماتيزم، هل ليه علاقه بجفاف العين وهل الاستجماتيزم ممكن يروح سريعا؟ الاستجماتيزم هو انحراف في العين، يعني انحراف في القرنيه. هذا ما له علاقه بجفاف العين، هذا موضوعه بينحل بالنظاره، بيلبس النظاره وبيشوف بشكل جيد. بيروح بقى الاستجماتيزم ولا خلاص؟ الاستجماتيزم ما بيروح اذا كان درجاته عاليه، بده عمليه الليزر عشان يروح. صحيح يعني. ايوه. بشكرك شكرا جزيلا في نهايه الفقره دكتور محمد شهله اخصائي جراحه العيون، شرفتنا، شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا لكم، اهلا وسهلا. شكرا ليك طبعا.